بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع دروسنا في شرح التلخيص. المصنف رحمه الله تعالى عرف علم المعاني بأنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، وقال إنه ينحصر في ثمانية أبواب. ما هي هذه الأبواب، أو ما هذه الأبواب يا أبا إسحاق؟ التي هي الإسناد الخبري ومسند إليه وأحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل والقصر والإنشاء طبعا، والفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة. هنالك شيء وعدنا به، وهو أن نضرب لكم مثلا في لهذه العلوم الثلاثة التي هي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. هذه الأشياء الثلاثة، هناك شجرة ليس لها أغصان ولا أوراق، لكن الجذع موجود، الساق موجود، لكن شجرة لا تستطيع أن تميزها، هل هي شجرة زيتون أم شجرة سدر أم شجرة كذا؟ هذا هو علم المعاني، إنه هو البناء الأصلي. فإذا بعد ذلك رأينا هذه الشجرة بأغصانها وأوراقها اتضحت، ولهذا علم البيان هو الذي يبين ويوضح الدلالة بطرق مختلفة. أصبحت الآن هذه الشجرة كعلم البيان، فإذا جاء الزهر بعض الأشياء التي تزينها هي خلاص معروفة، هذه الشجرة عرفناها وتمت انتهت، جاءت بعد ذلك ما يشبه البهارات التي نقول عنها بهارات في الأطعمة، جاءت هذه الزهور وزينتها، ألا تكون أحسن وأجمل؟ بلى، تكون أجمل وتكون أحسن. هذه الزينة التي بعد ذلك حصلت لهذه الشجرة، هذا نسميه علم البديع، أو نقول يعني إن علم البديع كهذه الزهرات التي تكون في الزهرات التي تكون في هذه الشجرة. واضرب لهم مثلا آخر يا عمران بالبناء، عندك بناء، هذا المبنى كان عظما، ثم بعد ذلك حينما لويس وكان هناك طلاء، هذه مرحلة. مرحلة الثالثة بعد ذلك جاءوا بالديكور والأشياء والزخارف كذلك، فالبناء حينما كان عظما هذا بمنزلة علم المعاني، وحينما اكتمل ولويس وأصبح يعني كاملا حتى بطلائه هذا علم البيان، لما زين بالديكور بالنجف والزخارف ونحو ذلك هذا علم البديع، أو الهيكل العظمي للإنسان فإذا كسي لحما أصبح بعد ذلك بيانا كالبيان، فإذا لبس بعد ذلك الألبسة والساعة والخاتم والعقال والأشياء هذه أصبح بعد ذلك نعم. فالأمثلة في هذا كثيرة، لكن هو يقول إنه ينحصر في ثمانية أبواب وذكرناها هذه الأبواب. لماذا انحصر في هذه الأبواب الثمانية؟ قال لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه الخبر سوف نعرفه، خبر كلام جاء زيد، أو إنشاء يكون أمرا أو نهيا أو تمنيا أو استفهاما أو نداء، هذا كله إنشاء، أنه لا يقال لصاحبه صادق أو كاذب. فالكلام إما أن يكون خبرا أو إنشاء، وبعدين لأنه هذا الكلام أيضا قد يكون له نسبة، قد يكون لنسبته خارج تطابقه،
قد يكون له ما يصدقه وقد يكون ما يكذبه. يقول قد، لأنه إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبر، إذا كان الواقع مع ذلك يصدقه أو يكذبه فهو خبر، وإلا فإنشاء. إنك حينما تقول زيد حضر، هذا ممكن أن أقول، إذا قلت لي زيد حضر ممكن أقول لك لا ما حضر، ممكن أقول لك نعم حضر، يعني أنه ممكن يكون زيد حضر فيكون مطابقا للواقع، ويمكن ألا يكون قد حضر فيكون مخالفا للواقع، فهو صدق أو كذب، كل هذا يسمى خبرا سواء أكان صدقا أم كان كذبا. فإن كان لا تطابقه، ما تستطيع أن تقول هذا يطابق هذا، فهذا إنشاء، لأن الإنشاء لا يصدق عليه هذا الحكم. حينما تقول لفلان لا تفعل، لا تدخل أو لا تخرج، هذا الكلام في ذاته لا نقول عنه صدق ولا كذب، لأنه هو الآن أمر إلى الآن ما حصل، وكذلك في النهي وكذلك في النداء وإلى غير ذلك. طيب، وأيضا الخبر هذا الآن تفكيك وتعليل لماذا بني هذا العلم على 8 أبواب. والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد، لا بد أن يكون فيه، مثلا في زيد حاضر أو زيد حضر، في هذا كلام في إسناد، أسندنا شيئا إلى شيء، أسندنا الحضور إلى زيد، فالمسند إليه زيد وحضر هو المسند، والجملة هذه إسناد، هذه العملية نسميها إسنادا. طيب، ثم يقول والمسند، وهذا سوف نأتي إلى تفصيله، في أصل المسند له باب مستقل وأطال فيه المصنف، والمسند إليه، وبعد ذلك المسند أيضا تكلم فيه، وسنأتي إلى أمثلة كثيرة جدا، وإلى نتكلم عن أحوال المسند إليه وعن أحوال المسند. والمسند أيضا قد يكون له متعلقات بكسر اللام أو متعلقات بفتحها، وهذا سوف نعرفه في متعلقات الفعل، لأنه قال قد يكون خبرا أو إنشاء، وقد يكون، وندرس أيضا كذلك أحوال متعلقات الفعل. فالمسند هو الذي يكون له متعلقات، لأنك حينما تقول زيد حاضر مثلا في المسجد، في المسجد هذا متعلق بحاضر، وحاضر هو المسند، جار ومجرور متعلق بالمسند الذي هو حاضر بالخبر، يعني لأنه الخبر هو المسند. طيب، فالمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو في معناه، لأن حاضر بمعنى الفعل، كأنك قلت يحضر أو نحو ذلك أو حضر. وكل من الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير قصر، أنه قد يكون في أسلوب قصر وحصر، وقد لا يكون في هذا. فلو قلت ما شاعر إلا زيد، هذا أسلوب ماذا نسميه؟ هذا قصر، قصر وحصر، يعني ما شاعر إلا زيد، أو ما زيد إلا شاعر، وقد يكون ليس بأسلوب قصر، مثل يعني زيد شاعر مثلا. طيب، وكل جملة قرنت بأخرى، ما دام من في تعدد في الجمل، إما أن تكون معطوفة عليها أو غير معطوفة، يعني إذا كان في تعدد في الجمل قد تكون هذه الجملة معطوفة على التي سبقت بواو العطف، وقد تكون ليست معطوفة، هو يريد أن يشير إلى مسألة الفصل والوصل. الوصل هو عطف جملة على جملة بالواو، والفصل ترك ذلك العاطف. فلو قلت مثلا فلان يعطي ويمنع، هذه الواو هذه نعم هذا وصل. فإذا قلت فلان يعطي يمنع يكرم كذا وتركت الواو، ممكن أيضا هذا، وهذا له معنى وهذا له معنى. لو سئلت عن، لو قلت عن إنسان أو سئلت عنه مثلا كيف هو،
الآن وكان مريضا، فقلت لا شفاه الله، لا شفاه الله، هذا دعاء عليه ولا لا؟ نعم. لكن لو قلت لا وشفاه الله، يعني لو قلت مثلا هل عوفي، سألتك هل عوفي، فقلت لا وشفاه الله، لا أنت تحبه وتدعو له. فإذا قلت لا شفاه الله أصبح دعاء عليه، أصبح دعاء عليه حينئذ. ولهذا البلاغة تعلم الذوق، وسنأتي إليه إن شاء الله في باب الفصل والوصل، نأتي إلى ذلك كله ونتحدث عنه. طيب، ثم قال: والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد. يريد أيضا أن يشير بهذا إلى ثلاثة أشياء وهي في آخر علم المعاني وندرسها أيضا، وهي مهمة جدا، وهي الإطناب، الإيجاز والإطناب والمساواة. هذه الأشياء الثلاثة هي التي قال عنها الكلام: إما أن يكون زائدا على أصل المراد لفائدة، لأنه إذا لم يكن لفائدة فهو إسهاب، أما الإطناب فهو جائز وموجود في القرآن الكريم، الإطناب زيادة في الكلام لكن لفائدة، ربي اشرح لي صدري، هو أصل الكلام ربي اشرح صدري، لكن قال لي. هذه الكلام يمكن أن يكون من غير كلمة لي، ولكن إدخال لي هنا لفائدة، سنعلمها في موضعها إن شاء الله، أو غير زائد. فعندنا هذه العلوم الثلاثة التي هي أو الأبواب الثلاثة التي هي الإطناب والإيجاز والإطناب والمساواة، هي التي يكون فيها الكلام زائدا لفائدة أو غير زائد. ثم إذا كان غير زائد قد يكون مساويا وقد يكون أقل، الكلام أقل والمعنى أكبر. ثم بعد ذلك يعني شرع في كلام جديد وفي تنبيه على موضوع صدق الخبر، نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.